بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. شكرا لهذا المنبر الكريم على الاستضافة وعلى تغطية هذا الحدث الكريم الذي يتعلق بكتاب الله عز وجل، وهذه المسابقة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة عين الشق تدخل في إطار الأنشطة الثقافية العلمية التي يقوم بها المجلس، وإحياء لهذه السنة الكريمة التي يقوم بها جلالة الملك سيدنا محمد السادس حفظه الله، الذي يرصد الجوائز للقرآن الكريم ويقيم المسابقات والمسابقات. جاءت هذه المسابقة التي مرت أطوارها في رحاب المجلس العلمي وكانت على مرحلتين: المرحلة الإقصائية التي اخترنا من خلالها نحو 20 طفلا، ثم جاءت المسابقة الإقصائية التي كللت بنجاح وفوز هؤلاء البراعم الذين أخذوا الجوائز اليوم. وهذا يأتي طبعا في إطار خدمة كتاب الله عز وجل وتشجيع الناشئة على حفظ القرآن وتجويده، وهذا جزء من العمل ومن الأنشطة التي يقوم بها المجلس في نشر كتاب الله عز وجل وفي نشر التدين السليم المعتدل الوسطي بهذا الإقليم المبارك وبهذا البلد المبارك الذي نرجو له السلامة والأمن والاطمئنان والازدهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لكم مرة أخرى على الاهتمام وعلى اهتمامكم وحضوركم، ورمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.